مواصلة للمجهودات المبذولة من طرف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما المتعلقة بصحة المستهلك. وبناء على معلومات تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة تمكنوا من وضع حد لشركة خاصة تقوم بصناعة مواد التنظيف تعمل بطريقة غير قانونية الكائنة بالمنطقة الصناعية بقرية النجمة. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تمت مداهمة الشركة أين تم العثور على 72 برميل مملوءة بالمادة الأولية سعة 25 إلى 5000 لتر مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، 3861 دلو 3 لتر مملوءة بسائل غسيل الملابس، 10875 قارورة سعة 700 مللتر مملوءة بسائل غسيل الأواني، و552 قارورة سعة 1 لتر مملوءة بسائل تنظيف الأرضيات كانت مهيئة للبيع. كما تم حجز 1400 وحدة كرتون الخاصة بالتعليب، 10 آلات مخصصة لخلط وتعمير وتعليب المنظف، بحيث رفعت المخالفات التالية: استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص، عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري، شروط التخزين غير ملائمة، مواد أولية مجهولة المصدر ومواد أولية منتهية الصلاحية.